السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. كثير من الناس والإخوان والأخوات سألوني عن كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر. أنا أعذركم إخواني وأقول لكم لقد عانيتم وتعانون مع هذا اللعين المس العاشق أو هذه الشياطين، فهي تسبب الإنسان الثقل عن صلاة الفجر وكل الصلوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هناك دعاء إن شاء الله سأعلمه لكم يكسب لكم تكسبون به القوة من الله عز وجل لكي تستيقظوا لهذه الصلاة المباركة، هذه الصلاة التي هي مشهودة من الملائكة بإذن الله تبارك وتعالى، هذه الصلاة التي لا يصليها إلا القليل جدا جدا من المسلمين، والباقي يصلون الفجر في العاشرة صباحا أو غير ذلك من الأمور. لذلك هذه الصلاة عظيمة وأمرها عظيم، ومن صلاها في جماعة فهو في ذمة الله تبارك وتعالى. لذلك أخوانا أخواتي صلاة الفجر مهمة لكم جدا جدا بإذن الله تبارك وتعالى، فركزوا على هذا الأمر إخواني أخواتي. لا بد أن تأخذ بالأسباب إذا أردت أن تستيقظ لصلاة الفجر. لا تسهر، لا بد أن تأخذ بالأسباب. الأول، لا تسهر إلى الثانية ليلة أو الثالثة وتريد أن تستيقظ إلى الفجر، فأنت لا تريد أن تستيقظ لأنك سهرت. أنت لا تريد، لو كنت تريد أن تستيقظ لصلاة الفجر لن تسهر، ستنام مبكرا في العاشرة أو في الحادية عشر أو في الثانية عشر بإذن الله تبارك وتعالى، وتتوضأ وتقرأ شيئا من القرآن قبل النوم، وتقرأ أذكار النوم، وعندما تنام على جنبك الأيمن فوق الوسادة تقول هذا الدعاء 21 مرة. دعاء قوي سيعينك بإذن الله تبارك وتعالى، و ستدعو الله عز وجل به وأنت على وسادتك، ستسلم أمرك لله فقط، لن تلتجئ إلى مخلوق، سوف تلتجئ إلى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو الرحمن الرحيم، فهو ذو الجلال والإكرام، وهو الذي سيرحمك بهذه الصلاة المباركة. والله العظيم إنها صلاة عظيمة وفيها بركة. والله العظيم الإنسان الذي يصلي الفجر ولو نام 4 ساعات فقط في الليل يستيقظ منشرح الصدر فرحان، يعني منشرح الصدر يعني نشطا. ولكن الإنسان الذي ينام إلى العاشرة صباحا وهو نام في الليل كله 10 ساعات يستيقظ خبيث النفس كسلان. لذلك إخواني أخواتي ركزوا على هذا الأمر. الدعاء هو أن تقرأه 21 مرة. عندما تضع جنبك الأيمن على الوسادة تقرأ وتقول: اللهم وفقني لقيام صلاة الفجر، اللهم وفقني لقيام صلاة الفجر. تقول هذا الدعاء 21 مرة، ثم تسلم نفسك إلى بارئها إن شاء الله. إذا أخذت بالأسباب سوف تستيقظ، فإذا لم تستيقظ في المرة الأولى فاعلم أن المنبه لم تجهزه جيدا أو غير ذلك الأمور، لأن هناك من الناس من يجهز المنبه ثم يسكته ويرجع أن ينام، ولكن إذا قلت هذا الدعاء فإن شاء الله لن تستطيع أن ترجع إلى النوم، لأن سأعطيك سببا آخر. بالنسبة للهاتف الذي يرن لصلاة الفجر أو المنبه الذي تستعين به، لا تضعه بجانبك، ضعه هناك في مكان بعيد عليك، لأنك إذا أردت أن تطفئه ستقوم، وإذا قمت من فراشك سيذهب عنك النوم وستنعل بإذن الله تبارك وتعالى الشيطان اللعين، وستستيقظ بكل نشاط وتذهب إلى صلاة الفجر رغما عنك بإذن الله، لأن هذا توفيق من الله عز وجل. فإذا وفقك الله لن ينفعك الناس بأي شيء، وإذا خذلك الله لن ينفعك الناس بشيء. لذلك عليك أن تستعين بالله الرحمن الرحيم الملك القوي المتين، لأن القوة لله جميعا والكبرياء لله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.